قبل أن نبتدئ حفلنا الكريم لا بد أن ترفع بيننا راية العراق العظيم لنراها خفاقة، فهذا هدفنا وهذا مبتغانا. الجلال والجمال والسماء والبهاء في نبا في نبا، والحياة والنجاة والهناء والنجاة في هوا في هوا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. اليوم نقف في يروقة الأعدادية الشافعي، الأعدادية المعطاء التي أدت الكثير من المهام، واليوم نقف لتكريم الطلبة المتفوقين الذين نالوا على شهادات ودرجات عليا، وهذا ما يزيد هذه الأعدادية ومحافظة نينوى إصرارا وتقدما نحو العلم والبناء. مدير عام تربية نينوى المحترم، السادة أعضاء الهيئة التدريسية المحترمين، أبنائي طلابي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم مشرق وحافل بالفرح والمسرات، ولكن فيه غبطة من الأسى والحزن على ما يجري مع أحبائنا في غزة، ولكن الحياة تمضي رغم الأسى، يد تعمل وأخرى تقاتل وتمنع الظلم. هذه اليد التي تعمل هم أنتم في ساحة الوغى وبيدكم الأقلام لكي تسطرون تاريخ بلد عظيم اسمه العراق. قتلوا الصغيرة، قتلوا الصغيرة والكبيرة بدم بارد مستعار، فصبرت وثبت ووقفت شامخا كالبحار. أرادوا وأردت فألحقت بهم كل اللعنات والويلات، وألحقت بهم العار. وطني حبيب أنت وصابر مهما تكالبت عليك الأشرار. أليس المسلمون إخوة؟ وللمسلم على المسلم حقه. أغرتك الحياة الدنيا بنعيمها الزائف وجعلتك تظن أنك خالد؟ كلا، أنت لست خالدا، فما أنت إلا ضيف سوف يغادر. طلبت عني الأفراح وفي قلبي مرتاح، وما في فرحة بالدنيا مثل الفرحة بالنجاح. ونجحنا وفرحوا أهلينا وكل الناس تهنينا، ويلا معنا وشد الكف كلنا هوني ودعنا عين الليل بيننا، يا بهاي الفرحة بدنا نرقص. بجهود إدارة المدرسة ومديرها الأستاذ الفاضل الأستاذ عامر وملاكها المعطاء وكذلك الطلبة المتفوقين، هذا الحافز القوي الذي يدعم محافظة نينوى والعملية التربوية. نشكر كل من ساهم في دعم هذه العملية التربوية والموفقية لطلبتنا الأعزاء في مشوارهم الدراسي القادم في جامعات العراق، وكذلك تمنياتي للطلبة البقية أن يحذوا حذو زملائهم وأن يحصلوا على معدلات عالية. شكرا جزيلا. كان لنا اليوم شرف زيارة السيد مدير عام تربية نينوى المحترم إلى مبنى إعدادية الشافعي لتكريم نخبة
وكوكبة من طلاب الأعدادية الذين حصلوا على مراكز متقدمة في امتحانات الوزارية للعام الدراسي 22-23 للدورين الأول والثاني. فشكرا جزيلا لهذا الدعم اللامحدود من قبل السيد مدير عام تربية نينوى للطلبة وللعملية التربوية في محافظة نينوى عامر رشيد إبراهيم مدير أعدادية الشافعي للبنين.